بدأ الحوثي من خلال إعلامه حملات الأكاذيب والتحريض وبث الكراهية وتوجيه التهم والافتراءات والتضليل للرأي العام المحلي والخارجي منذ بدأ في التخطيط للانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن، مرورا بمرحلة الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه، مرورا بمرحلة تنفيذ الانقلاب في 21 من سبتمبر عام 2014 وحتى اليوم. كرس وسائل إعلامه إضافة إلى المندسين في وسائل الإعلام المختلفة وعبر الإعلام الاجتماعي للترويج للمظاهرات والحشود التي يقوم بها أتباعه داخل العاصمة صنعاء وما حولها بأنها للمطالبة بإلغاء الجرعة وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز وللترويج للاعتصام المسلح في طريق مطار صنعاء وفي مداخل صنعاء، ثم التصعيد الإعلامي للمطالبة بإسقاط الحكومة. في 21 من سبتمبر عام 2014 سيطر الحوثي على العاصمة صنعاء بقوة السلاح واقتحم مؤسسات الدولة ومؤسسات وسائل الإعلام الحكومية والخاصة وقام بنهبها والاستيلاء عليها، ثم كرسها للدعاية لسيده ومشروعه الانقلابي السلالي الكهنوتي المستبد. استمر الإعلام الحوثي في الداخل والخارج والإعلام المساند له بالترويج للأكاذيب وزرع الفتن وبث الكراهية والدعوة للتعصب والطائفية والسلالية والطبقية والمناطقية، وعمل على استعداء الداخل والخارج وممارسة التضليل ونشر المغالطات والدعايات بأنواعها وإلقاء التهم والافتراءات والبعد عن المصداقية. نجحت وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في توقيف بث إحدى قنواته عبر قمر أوروبي لمخالفتها لقوانين الصحافة والبث الفضائي ولمخالفتها للمعايير المهنية المعتمدة دولياً ولارتكابها جرائم ومحظورات نشر. آخر الأكاذيب ما تم بثه ونشره بعد اتفاق السويد وصدور قرار الأمم المتحدة الأخيرة الملزم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، حيث قاموا ببث أكاذيب واتهامات الشرعية بارتكاب خروقات وانتهاكات على طريقة رمتني بدائها وانسلت. واستمر تضليل إعلام الحوثي وبثه للأكاذيب والشائعات وتصاعد مع قدوم بعثة المراقبين الأمميين لليمن، فعمد للترويج عبر وسائله ووسائل التواصل الاجتماعي بسقوط صرواح ووقوعها تحت قبضته ربما لرفع معنويات أتباعه المنهار. إعلام الحوثي لا يأبه لمعاناة الناس ولا يلتفت لبؤسهم ولا للفقر والجوع والمرض الذي تسبب فيه، فكل ما يعنيه هو الحشد لجبهات القتال وتجنيد الأطفال والدفع بهم إلى معارك الموت والهلاك، مستغلاً ظروفهم وبؤسهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم.